سيادة الوزيرة، هل كل المصريين اللي موجودين على الأراضي السودانية راغبين في العودة لمصر؟ والله احنا مش هقدر يعني القي يعني أقصد حضراتكم بتستجيبوا لمن يرغب؟ طبعا على طول تمام، حضرتك. نعم. احنا ما بنفكرش، احنا ده احنا اللي بندعوهم اساسا ان أيوه هم يخرجوا عن اي نوع من انواع الاماكن اللي ممكن تعرض حياتهم للخطر. نعم يعني احنا بالعكس، احنا بننصحهم وبنعاهم، واحنا يعني راغبين في سلامتهم وامانهم. فاي حد عايز ان هو يرجع طبعا بالعكس، ده احنا كمان يعني بنشجعه على نعم كده علشان ما يعرضش حياته للخطر. يعني تقريبا زي متى تنتهي عملية الإجلاء؟ هل بانتهاء كل الراغبين أم إنه بمن يرغب فقط؟ يعني أقصد هل تستمر عمليات الإجلاء لمدة طويلة بلا سقف؟ والله يا فندم، يعني عمليات الإجلاء اللي بتحددها عدد من العوامل، قد إيه ناس لسه عايزين إن هم ينزلوا مصر، قد إيه الوضع يعني بيزداد تدهورا ولا في أمان أكتر. نعم فالعملية يعني طبعا إحنا بنحاول إن إحنا نتعامل مع الموقف كل، يعني مش عايزة أقول لكل ساعة حضرتك، إحنا كل 5 دقايق الموقف ايوه بيتغير. ايوه فانما احنا شغالين يعني على مدار ال 24 ساعه. احنا ام اوريدي يعني في وزاره الهجره بنشتغل على هذا الموضوع من عيد القيامه يعني الماضي. نعم فشوفي نعم حضرتك صحيح، يعني طبعا طبعا. من بدايه الازمه خالص، واحنا على طول يعني حافظنا عليها وابتدينا نحاول ان احنا نتعامل مع الموقف، نتواصل مع جميع المصريين وخصوصا الطلبه، واحنا عندنا تواصل مباشر مع الجاليات نعم من خلال السوشيال ميديا ومن خلال الواتساب جروب ومن خلال نعم نعم المركز الخاص بطلبه وزاره الهجره في الخارج، والسفراء اللي احنا بنعتبرهم سفراء لوزاره الهجره نعم في الخارج نعم نعم اللي هو مركز ميسي. عملنا لهم على طول فورم بحيث ان هم يقولوا هم مين وهم فين وبيدرسوا ايه، بحيث ان احنا في يعني في خلال 24 ساعه كان عندنا 4000 استماره ل 4000 طالب. ايوه قدرنا ان احنا نغطي الاماكن بتاعت نعم التجمعات بحيث ان هو في حاله تدهور الموقف احنا عارفين نقدر ان احنا يعني ننقذ هؤلاء الابناء من الخطة واضحة. في أي حد من المصريين جرى له حاجة سيادة الوزيرة في هو السودان؟ طبعا هو يعني حضرتك دي حرب، نعم. فاحنا في ابن وابنه تم اصابتهم بشظايا إيه، ما لهمش علاقة ببعض. ما لهمش علاقه ببعض، تمام. في اماكن متفرقه والضرب شغال، خرجوا من البيت اصيبوا. الابنه اصيبت في البيت الحقيقه، البيت اتدمر والقذيفه دخلت في لا حول رجلها. ولا قوة إلا بالله. الابن يعني الاصابات كانت في ظهره. والحقيقه برضو دول يعني كانوا برضو ملحمه ان احنا نقدر ان احنا ننقلهم دول بالراحه. رجعوا، اتنقلوا، رجعوا رجعوا. حضرتك امبارح بالليل على تمام. احدى طائرات الاجلاء المصريه، ايوه. ويعني كانت حلتهم ايه يا سيادة الوزيرة؟ الابنه ان شاء الله داخله بكره الصبح تعمل عمليه باذن الله. حبيبتي على خير. الابن الابن احنا لسه بنشوف الدكاتره دي، هو واحد في مستشفى والتاني في مستشفى ثانيه على حسب طبعا اي الحالة الحاله. مفهوم. الابن لسه بن يعني يتم عمل الكشوفات، لان هو طبعا اتعمل له عمليه شيل صازية وفي صزايا اخرى لسه موجودة.